شكلت المملكة الحدث في اليوم الثاني من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، واستقطبت في جناحها بالمعرض جمعا كبيرا من المشاركين من رجال الإعلام والثقافة والفن وكبار المسؤولين عن القنوات التلفزيونية والإذاعية. وأضفت فرقة من الفنون الشعبية السعودية على الحدث أجواء احتفالية تناغم معها الحضور بشكل كبير. وتصدر جناح المملكة واجهة المعرض، وتضمن نماذج معبرة عن القفزة النوعية التي يعيشها المشهد الإعلامي السمعي البصري في السعودية، تابعها الزوار باهتمام بالغ عبر شاشة عرض كبيرة. الجناح يعكس انطلاقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، الانطلاقة الجديدة وتغيير الشاشة التلفزيون، وأيضا انطلاق القناة الجديدة SBC. كل هذا نحاول ترجمته من خلال الجناح ومن خلال التواجد السعودي. ونوه منظمو المهرجان بالمشاركة السعودية في المعرض والتي ارتقت إلى مستوى الانتظارات، وكانت تعبيرا بليغا عن جدارة المملكة بأن تكون أول ضيف شرف في تاريخ المهرجان. سعيدين أنه لأنه السعودية اخترنا السعودية كأول بلد لتكون ضيفة شرف، وإحنا أرضت طموحاتنا وسعيدين بهذه المشاركة. واحتوى معرض المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أجنحة لعدد من الهيئات الإذاعية والتلفزيونية وشركات التصنيع والإنتاج والخدمات، وعكس التحولات التكنولوجية المتسارعة التي أصبح ضرورياً التعامل معها لتطوير المحتوى السمعي البصري. جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في وضعه الحالي احنا نشتغل على رؤية جديدة تعتمد على 6 استراتيجيات و23 مبادرة لإحداث تغيير يواكب أهمية منطقة الخليج، أهمية أنه بنية تحتية كبيرة جدا توفر مواهب كبيرة من شباب وشابات الخليج في المجال الإعلامي. وتستمر المشاركة السعودية في المهرجان بأنشطة أخرى متنوعة وثرية تقام طيلة أيام انعقاده. تضع المملكة تجربتها الإعلامية الرائدة في خدمة المواطن العربي بما تحمله من قيم ومضامين تحث على التسامح والسلم والتقدم والاعتزاز بالحضارة والتاريخ. خالد نجاح، الإخبارية، من مدينة الثقافة، تونس.